لكن كل ده مش مهم. امال ايه المهم؟ المهم ان بيزنس الجيش يستمر ويتوغل. على فكره البرنامج بتاع المبيد الحشري يستمر ويتوغل وينتشر. مفيش اي حاجه تقف، مفيش اي حاجه تقف ولا توقف الجيش ولا استمرار الدخول التي تدخل من كل حته في الدنيا، ولو كان على حساب الغلابه المطحونين زي سواقين النقل مثلا اللي واقفين طابور بمئات الشاحنات على حدود مصر والسودان ورافضين يعدوهم، وما بيعدوش غير ايه؟ ولا مؤاخذه تاني، بهايم الجيش. اه والله مش قصدي ان الجيش بهايم، لا بهايم الجيش بجد، وهفهمك دلوقتي. السواقين قالوا كده، مش انا، مش كلامي، كلام واحد من السواقين اللي طلع بقى من هدومه وصرخ من الخسائر اللي حلت على دماغه ومعاه مئات من زمايله. تعالوا نشوف كده ايه قصه بهايم الجيش دي، نشوف مع بعض. السواقين اللي لسه جاي من السودان وعجل واقف من اول الكيلو 50 لغايه العباره، يعني معدل 10 كيلو عجل واقف. ودلوقتي الناس دي اللي عنده الضغط واللي عنده السكر ناس مرضانة، وعجل واقف عليه ديون، والعبارة ما جاتش خدتهم عشان خاطر قالوا ان البحر عالي. وامبارح جم عشان خاطر اتوبيس فيه كم نفر من الجماعة السودانيين. ما عندناش مشكلة اخواتنا وحبايبنا، مفيش مشكلة، بس خد معاهم عجل. البقر بيجي يقول لك البقر تبع الجيش، والبقر اهم من الانسان. يا سبحانك يا رب، البقر اهم من الانسان. كل ده عجل، شد شوية احمد، كل ده عربيات، يعني ما لا يقل عن يجي 200 300 عربية، ناس مرضانة يا عالم. البقر يا ست الريس لما بيعدي بيقول لك البقر أهم، أصل البقر لازم يعدي الأول، يعني البقر البهايم، البهايم يا عالم أهم من الإنسان اللي واقف، من البني آدم، من السواق. قسما بالله يا ست الريس، سواق النقل لو قعد ساعة في بيته، سواقين النقل اللي في الدولة كلها لو قعدوا ساعة في بيتهم، وربنا الدولة ما هتلاقي تاكل. والله انا بحيي اولا الراجل اللي صور اللقطه دي، رائع، تصويره رائع، والمشهد زي ما انتم شايفين. بص المشهد لسه ما خلصش، المشهد لسه ما خلصش، بس قال لك ايه؟ البقر اهم، بقر الجيش وبهايم الجيش اهم من البني ادمين. معلش يا عم الحاج، ما هو انت يا عم الحاج اللي عمال تتكلم يا عيني، انت مش رتبه ولا انت دبوره ولا نسر ولا كاب عشان تعدي، ولا انت بقره لا مؤاخذه، ولا انت بهيمه من بهايم الجيش. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت في البلد دي ايه؟ عايش نملة تاكل سكر. احنا في البلد دي عبيد احسانهم، على رأي فؤاد المهندس وشويكار في مسرحية سيدتي الجميلة، قال لها احنا عبيد احسانهم، وعلينا كمواطنين ان نتحمل ونسكت ونبلع كل يوم الزلط ونبلع كل يوم الضرب من الحكومة، سواء بقرار او بضريبة او بالصب في المصلحة. ولسان حال المواطن المطحون بيقول